البنات واش دير واش ما دير، واش اليوم راني راح نطبخ انا والاخرى انا وامال. البنات اليوم راح ندير لكم تحليه تاع الرمان، درناها في لانيفرسير تاع ولاد اختي. واش عندنا؟ عندنا زوج حبات ولا ثلاثه رمان، وعندنا زوج مغارف نشا، وعندنا مغرف ونص تاع سكر، وعندنا حبه قارص، وعندنا داناو، هذا جي داناو بالحليب. واش راح نديروا البنات؟ راح نخلطوا كلش بارد في بارد كما تشوفوا. ما العبداويه تقول لهم تحاليل كما التحاليل كما تحاليل. راح نخلطوا بارد في بارد. هيا درنا السكر، هذا هو الجي تاعنا اللي درناه، خلطنا راح نخلطوا كلش مع بعضه بارد في بارد. نخلطوا بعد نزيدوا نرحيو قشور الليمون باش يكون فيه لوغو تاع ليمون تاع الليمون، ونديروا فيه ثانية نص حبة تاع عصير. دوك نعصر فيه شوية قارص. هاكم مع الفيديو نعصروا، ها هما كينا نقشروا فيه. بعد نجيبوا حبة نص هذيك الحبة اللي قشرناها، راح نقسموها على زوج ونعصروا فيها شوية قارص. نعصروا القارص هذاك، من بعد نحطوها فوق النار تخثر لنا شويه، ومن بعد نحطوها في الكيسه. بعد نروحوا نحطوها في الطبقات. هاي وك ها وك انا نعصروا في القارص في حبات نص حبات نص حبات تاع قارص، ومن بعد نديروا طبقه هاك كي نطيبوا في الاخر، نطيبوا في فوق الطابونه، ومن بعد نبداو نعمروا في الليمون تاعنا. ها هو كي البنات كيفاه ولا الخليط تاعنا. بعد انا راح نستعمل هذو ليمون، دوك قلنا لكم ليمون اللي راح نستعملهم انايا، هذا هما ليمون اللي راح نستعملهم انايا. ومن جهه اخرى البنات هنا راح ندير عجين طاكوس، راح ندير لي ساندويتش، هذوك لي ساندويتش صغار هذوك دوك قلنا تعملك. عندنا زوج كيسان فارينه، عندنا ثلث مغارف زيت، وعندنا ما دافي، وعندنا مغرف سكر، ومغرف خميره. نخلطوا دوك الفارينه، عندنا زوج كيسان فارينه هذوك. بعد هي وما ننساوش ثاني الملح البنات، ها هما كي زوج مغارف زيت، مغرف سكر، ها هو كي البنات راح نزيد دوكا مغرفه تاع خميره. هذا البنات اللي داروهم انا يعني نتفرج برك فيهم. هذه عجينه هذه درتها تاع الشاورما، نفس العجينه اللي نستعملوها في الاخر. انا درت هذه هي العجينه اللي درتها انايا، ومن بعد نخلط كلش. عندكم لا تنساو البنات الملح، انا من بعد نسيتو لحتو على الاخر. بعد انا لحناها نلبسوها شويه ونبداو نلوحوا الماء بشويه بشويه حتى نلمو العجين تاعنا ويكون العجين تاعنا طري. كل واحد كيفاه بغى، كل واحد كيما بغى يدير العجين تاعو. العجينه لاي حاجه بغيتي، العجينه تاع البيتزا، بغيتي اي عجينه مولفه تخدمي بها تخدمي بها. انا استعملت العجينه هذه كيما تاع البيتزا كيما هذه. انا درت العجينه اللي نخدمها في شاورما زي ها لي ساندويتش هذو، لي ميني بيتزا، لي ساندويتش هذوك الصغار، كل واحد كيفاه يسميهم. هذه درنا فيهم الطماطم، اها اللي درتهم هكا وحكمنا بالمساك. ها هي كي العجينه تاع
احنا دروك راح نديرو الحشو راح نديرو فيه الاول اللحم الملحي، زدنا فيه بصلة نص حبة بصلة، هاي نص حبة بصلة، نزيدو فيه دبشة، نزيدو فيه شوي الفلفل الكحل. انا هنا زدنا الحين الثوم، هاي والثوم، ونحطوه يطيب، كي يطيب يكمل نحيو ونديرو الاخر العجينة تاعنا. هنا واش درنا دوكا، جبنا الدبشه تاعنا ولا المعدنوس، واش كاين عندك مقصو؟ راح نقصو هذه الدبشه تاعنا مليح، نقصوها طرف صغار. بعد راح نزيدو التوابل تاعنا، ملح وفلفل الكحل، ودرنا عرق، درت عرق الاصفر وزيت، زدنا دوك الزيت هاي باش يتقلى الاخر بسمو، لازم يطيب مليح اللحم المرحي خاطرش تاع البقري واعر، هي لازم يتقلى مليح. كاين الناس ما يقليوش البنا، تقعد يقعد يبان موش طايب، ما قالك اللحم تاع البقري واعر بزاف كي يكون فيه الدود هذاك ولا الاخر. قالك والله كلاته وحده، واحد المره تحكي لي وحده قالك والله رجع لها حنش في كرشه، تما لازم يقليوه مليح، لازم يتقلى مليح مليح، يتقلى مليح الفلفل، هاي اللحم تاع البقري عودوا تقليوه مليحه ويبان لكم. والله قالك يقليوه كلش الدوده هذيك، لا كان طحي في الدوده غير تقعد هكاك في اللحم وتولي كي تاكلي تولي تحيا، تما ما طيبش، ما طيبش ما تتقلاش اللحم نتاع البقري يا بالبنات واعر، تعودوا تقليوه مليح واش تي بالكم طيب بس قليوه. هاك نقليوه ونحطوا لاصوص كي طيب، نبداو نحشيو الاخر تاعنا، نبداو نحشيو هذوك العجينات مليحه كيف البنات تاعهم ملاح. حنا درناهم والله اخي، درنا عرام كل واحد يقول زيد لي زيد لي زيد لي، هي حطيناهم في لانيفرسير راكم شدوهم من قبل مليح ملاح او ملاح الكيف. بعد قلت والله غير الفيديو تما كنت موجداتو ما طلقتوش برك، الملح ما تكثرش بزاف، عم بالك نديرو زيتون الاخضر، والزيتون الاخضر فيه الملح، لا لا ملاح الجمال يجري يقول زيدوا لي زيدوا. درنا شويه فلفل احمر الحار باش تجي شويه حارين، اي باش حتى اللحم الملحي باش تنحلو هذيك الريحه اللوكا هذيك نتاعو، لازم ديري له فيه الدواوات باش ينحيو شويه الكارثه هذيك. ها هما كي يتقلاو نروح نخليه يقلى ونرجعوا دركا الاخر التحليه تاعنا. واش راح نديروا في التحليه تاعنا؟ نروحوا نعمروا الكيسان. واش نحط في الكاس الاول؟ راح نحط الكاس الاول، راح نجيب الرمان نحط على الاول الرمان، من بعد نزيد عليه الخليط تاعنا اللي خدمناه من قبل، تروحي تحطيه تخليه حتى يبرد شويه يحكم شويه روحو، من بعد تبدا تعمري في الكيسان تاعك باش ما يدخلش الاخر الرمان يدخل فيه ما يبانش. ها درنا، انا درت الطبقه الاولى درتها رمان، من بعد زدت الخليط، من بعد زدت الرمان كيما راكم تشوفوا فيه البنات. ها هو كاين، زدت نعت لكم الكاس الثاني، جات مليحه ما التحليه هذه كي درناها، واش رايك فيها؟ اش بلا قدهني وحنا ناكلوا فيها، ومن بعد كي تكملي حطيها في الفريجيدار. هي احنا حطيناها في الفريجيدار وقداها اليوم وهي مليحه تبري في تما، اي واحد يبغى يديرها بلوغو تما كيما وقتنا دوكا تشينا، تقدري ديريها بالتشينا. ها هي كي دوكا وجبنا، دوكا جبنا العجينه تاعنا، هاني بديت نضرب فيها بشويه ونضربها بالقنوط. انا جبت هذا المقفل تاعنا باش نديرو دوائر صغيره. هم جاو ملاح، هاني راه دركا درتهم دويرات صغار، من بعد نطيبهم في المقله تاع ليكخاب. جبت المقله تاع ليكخاب، تقدروا اللي عنده اي طاوة ولا اي طاوة، تقدري طاوة تاع شخشوخه، تقدري طيبي في الطاوة تاع شخشوخه. انا الوقت هذاك جبت تاع ليكخاب وطيبت فيهم، ما تولش الطاوة اذا طيبت طاوة ديرك بزاف، هاي طاوة ليه تكملوا، اللي عنده طاوة اللي يقدر يدير طاوة اللي ليه كمل طاوة. حنا نقولوا لها طاوة مس هي طاجين تاع الحديد. ها هو كي البنات باش نحشيوها، عندنا اللحم المرحي تاعنا صاي، ها هو كي طاب، عندنا الزيتون انا درت استعملت الزيتون المقصوص، وعندي الفرماج انا رحيتو رابيتو كملت، وعندي المايونيز. واش راح نديروا الحاجه الاولى؟ واش راح نديروا؟ راح نجيبوا المايونيز تاعنا
نحلوها اني مع اني نتعافر مع المايونيز باش نفتحها ما بغاتش تحلي هي باش يلصق لك الاخر اللحم والحويجه هي تشتي المايونيز بزاف هذو لي ساندويتش هذو يشتوي بزاف المايونيز تي والحوايج كلش لازم البلا الحوايج هذو لازم لهم طول اللي قادر عليه هذا درتهم قاعده جو لانيفرسير تاع بنات مملحات هذو مملحات مع تحليه تاع الرمان هنا واش راح نديرو هنايا نروحو نخمجوها ولا نمسحوها نمسحو الساندويتش تاعنا اي هنايا معايا راضيه تعاون فيا لازم هذا باش يتعاونوا لازم المعاونه باش نكمل ليه لي وعلى بالك راح الحال الوقت هذاك وراح الحال ما بقاش ديروا المايونيز باش تحكم لكم اللحم المرحي كي تحطوا لاصوص باش كي تقفلي ما يروح لك لهاك لهاك كي تقفلي بالمساك خرجوا مساسك صغيرين تحكمي هكا بالمساك وتحطيه ها هو كي تزيدوا عليه الفرماج هذاك المرحي اي كل شيء ومن بعد نزيدوا عليه الزيتون هذا شكل من اشكال المملحات هاي يخلطوا الناس الثاني يجيبوا رباحهم ها هو كي بعد نجيب مساك نحكم بالمساك مساك صغير واش عجب لي واش باي ها هو كي ومن هي ترى دي كي تعاون فيا ها هو كي الشكل النهائي تاعنا تاع المملحه تاعنا لي ساندويتش تاعنا ان شاء الله يعجبوكم البنات تعجبكم الطريقه تاعنا اللي بغى يدير فيها الهريسه اللي بغى يدير فيها الاخر فرماج الطون شتو البنات اللي ما عندهاش ما الحم المرحي دير الطون تما الحاجه اللي كاينه عندها تقدر ديرها موش شرط دير الحم المرحي كاينه ما كيديروه بالاخر بالسكالوب كاين انا درتو الخطره هذه باللحم المرحي كاينين اخرين ما يديروا سكالوب يداويو ويحطوه تا سكالوب يجي مليح هي تما اي حاجه كاينه عندك تقدري ديريها هي واش يبنينها طول الزيتون والفرماج حتى المايونيز هي المايونيز تاع المايونيز لازم تكون باش تحكم الكلاصوص هي المايونيز هي كي هي الرسمي هناني صايني كملت ما بقاليش اني مع الحبات الاخرين دمتم في رعايه الله وبصحتكم بنات ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعنا تاع اليوم.